صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما أنتوا بتتفرجوا على الفيديو ده. فيديو جديد النهاردة مع سلسلة جديدة، هنقعد مع بعضينا نتكلم عن حاجة اسمها حكاوي سفر أو قعدة سفر، أو ممكن نسميها تنصحني بيه بالسفر. هنقعد كده كل يوم تقريبا، هنحاول ننزل الفيديو هنحكي ليه عن التجربة بتاعتنا، نشرب الشاي مع بعض، نشرب القهوة على حسب الموجود معانا، ونحكي عن تجربتنا في السفر. تمام، النهاردة هنشرب شاي من سناجة. تمام، فهتبقى التجربة بتاعتنا عن سناجة. تجربتنا عن سريلانكا. سريلانكا احنا سافرنا سريلانكا سنة 2017، وكانت دي آخر سفرية لينا. ولما أقول دي آخر سفرية لينا، عايزين نركز في نقطة إن آخر سفرية لينا وآخر تجربة لينا هتبقى دي أحسن تجربة إحنا مشينا فيها عشناها علشان استفدنا من التجربة دي. طيب ايه اللي حصل عن سريلانكا، او بتحب تحكي عن سريلانكا؟ سريلانكا كنت انا مسافر من القاهره لسريلانكا، حوالي طيران ترانزيت في جده، يعني السفريه كلها كانت حوالي 9 من 9 ل 10 ساعات. وصلت سريلانكا بالليل على حوالي الساعه 9 بالليل، وصلت مدينه كولومبو. كولومبو دي عاصمه سريلانكا. تمام، احكي لكم اقول لكم بقى في نهايه الفيديو سريلانكا كان صاحبي ولا لا والحاجات دي كلها. لكن وصلت كولومبو الساعه 9 بالليل، وكنت حاجز في هوستل. الهوستل اللي انا كنت حاجز فيه ده كان عباره عن شقه في مبنى، كان الدور التاني. وانتوا عارفين نظام الهوستل على الفندق، الفندق بيبقى الهوستل الفرق فيه ان هو تبع اوض شباب، غرف شباب الاوضه اللي فيها كذا حد، بيبقى اصغر من الفندق يعني. بس فرحت الساعة 9 بالليل، وصلت طبعا تعبان، مسافر من امبارح بقالي يومين مسافر طبعا، وعايز اروح ايه ارتاح. فرحت الهوستل، خبطت على الباب بتاع الهوستل، ارن الجرس الاقي الباب مفتوح. تمام، ارن الجرس مفيش اي حد. دخلت جوه في الريسبشن، عبارة عن صالة. يا جماعة في اي حد هنا؟ مفيش. جود مورنينج، جود ايفنينج، اني بودي هير؟ اي حد؟ مفيش اي حاجة خالص. كان في اوض، يعني شايف منظر الاوض، الاوض موجودة بس مش هينفع، مش قلت مش هينفع اخش ايه على الاوض الناس كده. قعدت اقعد يمين شمال يمين شمال، مفيش اي حاجه. رحت قعدت في الريسبشن، فقعدت كده في المكتب. المكتب لقيت فيه ورقه مكتوب فيها رقم تليفون، كان مكتوب ايه كل مين. بس فقلت اجرب، حصل ده رقم التليفون اللي انا مسكت اجرب. كلمت الراجل، حضرتك انا نزيل عندك وانا كنت عايز انزل. الراجل قال انا بتعشى دلوقتي جنبك او جنب الفندق وراجع. قلت له خلاص براحتك، خلاص انا بيني وبينك اطمنت اول ما عرفت ان هذا المكان صح وده هوستل. انا قلت يمكن مفيش هوستل. والنقطه الجميله كان الهوستل ده، الهوستل كنت حاجزه عن طريق اكوتا، وكنت حاجز هو دفع ثمنه في مصر. انا دايما بدفع الحوزات بتاعتي بدفعها وانا في الفندق نفسه، فانا اوريدي حاجز دافع ثمن الفندق ده. فلو ايه ده؟ ما في مشكله ولا ايه؟ بس الراجل انا بتعشى فاطمنت خلاص. الراجل اتعرفت عليه، وحتى هذه اللحظة بينا كلام. راجل زي العسل، راجل جميل جدا وكوميدي واجتماعي. المهم كل الكلام ده كنت في كولومبو، رحت كولومبو اتعرفت على ناس في كولومبو، وبعد كده الدنيا ودتنا وجبنا لآخر ما رحت ايه، رحت نوري. وهنا من نوري اللي هتبدأ الحكاية بتاعتنا وتبدأ التجربة بتاعتنا. أوي اللي أنا عايز أحكي لكم موقف الجميل اللي في السفر حصل معايا، اللي هو كان في نوري. كنت ساعتها مسافر من جدي لورا إيليا، واتعرفت على، كنت مش مسافر لوحدي، كنت مسافر مع ناس. كنت انا دايما اللي بعمله في السفريات بتاعتي ان انا احدد الخطوط الرئيسيه بتاعت السفر. يعني مسافر مثلا سريلانكا اقعد لمده 14 يوم مثلا او 3 اسابيع، بحجز الذهاب، بحجز العوده، بحجز الحاجات الرئيسيه. في جوه السفر اتعودت وتعلمت بعد كده من السفريات بتاعتي ان انا ما بحجزوش، عشان ممكن اقابل ناس احب اسافر معاهم، احب اتعرف مع نسافر مع بعض. فالخطه بتاعتي بتبقى فليكسبل شويه، انا اولا هناك اعمل الموضوع ده. فبالفعل كنت رحت هناك، تعرفت على ناس، فكنا نروح من فين، تعرفت عليهم في كندي، فنروح من كندي نور الى مع بعضين. هما كانوا حاجزين فندق في نور الى، انا ما كنتش حاجز. فانا ساعتها قعدت معاهم، خلاص تاني قبلها بيوم حجزت فندق. تمام، وركزوا في النقطه دي. بس بعد كده رحنا، ايه اللي حصل؟ وصلنا نور الى. نور الى الناس اللي ما تعرفهاش هي من اجمل المدن في سريلانكا. هي على جبل، فهي برد برد برد. انا كنت مسافر سريلانكا في شهر 7، فطبعا مسافر في لابس صيف وكل هدوم صيفي. وصلت لورا ايليا، لقيت الجو برد برد برد. وصلنا الاتوبيس، كان ساعتها يا ربي على العصر، وصلنا على العصر حاجه زي كده. تمام،
لبست كل حاجه، لبست طلعت الشنطه، لبست قميص، لبست كل حاجات اللي انا اقدر البسها، لا البسها لاخر ما ايه ما اللي كانوا معايا جابوا باص اتوبيس، يعني مش اتوبيس او مش عربيه كده زي عربيه اللي تودينا تنزلهم من الفندق بتاعهم وتنزلني انا الفندق بتاعي، خدوا الاسم الفندق بتاعي اديتهم الاسم بتاعه وخلاص. رحنا ركبنا العربيه، زمايلي كانوا حاجزين في اول المدينه فوصلوا بسرعه. برضه نقطه تانيه، المباراه دي عباره عن زي ما قلت لكم على جبل، عشان كده هي على درجه الحراره بتاعتها برد. انا المكان بتاعي كان فوق، الراجل بالعربية عمال يطلع يطلع منحدرات وجبال وجبال ويطلع، بس المناصب الجبال دي على فسط خضرة، يعني هو عندهم خضرة بتبقى على مستوى رأسي مش زي عندنا احنا على مستوى أفقي بس. فطالع طالع 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 لدرجة هو قال لي خلاص احنا وصلنا للفندق بتاعك انزل حضرتك. رحت انا نزلت، عشان تعرفوا بس مدى الانحدار بتاع العربية، العربية اول ما فتحت الراجل قال لي هفتح شنطة العربية، العربية كانت عربية جيب، فتفتح الشنطة مش بالعجلة تفتح بالجنب، فقال افتح العربية تخليك انت علشان الشنطة بتاعتك لو وقعت بالجاذبية هتيجي تجري وراها زي عيل صغير. فبالفعل فتح الشنطة، على الشنطة بتاعتي نزلت خدت الشنطة وهوبا رحت ايه الفندق. الراجل بتاع العربية الشركة دي كان ناس محترمة اكدوا ان الفندق ده صح. تمام. رحت الفندق بقول لهم في حجز باسمي في سريلانكا في نوعية. بصوا ما لقوش، يا جدعان دوروا تاني، بصوا ما لقوش. قلت لهم يا جماعه طب ادي البوكينج، كنت حاجز على طريق بوكينج، البوكينج اهو ادي الحجز بتاعي مش عارف ايه. قال له يا فندم لا انا مش احنا خالص، اولا مش المكان ده، هو اللوكيشن جايبك على المكان ده بس، والاسم ده اسم المكان ده بس مش هو، احنا مش هو ده المكان ده غيره، يعني بوكينج الراجل يعني اسم الفندق نفس اللي انت حاجز فيه بس مش احنا، يرضيك يرضينا ما فيش. طب شو اتاكدوا من تفاصيل البوكينج والحاجات دي كلها ما لقوش موجوده عندهم. طيب قلت لهم قلت لنا عندكم بكام؟ برضو ارجع للنقطه اللي ورا، كان زمايلي اللي انا حاجز معاهم دايما مسافر مع بعض، هما كانوا حاجزين في فندق البادجت بتاعته بالنسبه لي كانت عاليه، فقلت لا ماشي بس مش هسافر، كنا قاعدين في نهار حوالي ليله او ليلتين بالكتير، فقلت لا انا هقعد في مكان لوحدي مش مشكله الاثنين دول. فسالت لقيت البادجت بتاعه كان عالي قوي قوي قوي. النقطه الثانيه كانوا كان برد 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 برد. تمام انا اولا زي ما قلت لكم انا طلعت كده لبست قميص بكم، بس انا بردان 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 وكل هدومي في الشنطه، عايز اطلع هدوم كلها البسها، وانا لسه مش عامل حسابي ان انا في هدوم تقيله شهر 7 الجو حر. فالراجل قلت له طب العمل ايه؟ انا طبعا بره الفندق عارف صوت الهواء وصوت الرياح اللي هو طب الراجل هيطردني بره، طب انا اعمل ايه؟ زمايلي في الفندق بتاعهم واحنا كنا متفقين ان احنا بعد ساعتين نتقابل، طب وانا لسه ما وصلتش الفندق اصلا والجو بره برد وهم على منحدر، لا في عربيه هتجيلك ولا اي حاجه، والفندق ده انا حبيت اقعد فيه، الفندق كان غالي جدا، طب نعمل ايه نعمل ايه؟ قلت له طيب، قلت له ايه العمل؟ قال لي طب انا اقول لك حاجه حلوه، قلت له الجو برد زي ما انت شايف ومفيش مواصلات واي حاجه، قال انا هتصل بتوك توك والتوك توك ده هيجي. الكلام القصه بتاعتنا على التكاتك في سريلانكا، التكاتك في سريلانكا زي التاكسي هنا، يعني زي التاكسي في مصر او في اي حته، وفي توك توك كمان بعداد، يعني في توك توك مجال عداد، في توك توك بعداد بتخش بعداد بيشغلوا لك. طبعا الناس اللي عارفه ان التاكسي التوك توك في سريلانكا في الهند زي التاكسي عندنا في مصر. فالراجل اتكلم التوك توك بالفعل، جه التوك توك انا فرحت بحس ان انا ايه اهو في حاجه في مواصلات وظيفه هتوديني. طلعت من المكان الفندق ده كان فندق نضيف، وركبت جوه التوك توك. بعد ما ركبت جوه التوك توك طبعا التوك توك لحد ما كان دافي شويه او كان مغطيه فكان الجو دافي شويه. رحت قلت له خد رقم، اتصلنا بقى على الرقم اللي انا حاجز عنده وقلت له يا باشا فين مكانك علشان ايه يودي الراجل يوصل. فالتوك توك بتاع التوك توك بيتكلم سريلانكي والناس اللي احنا رايحين لهم بيتكلموا سريلانكي فالاتنين اتعاملوا مع بعض. فالراجل عمال يتكلم يطلع وينزل يطلع وينزل. الجميل في الامر واحنا على مستوى كده منحدر قاعد يطلع يطلع، راح الراجل طلع وقف التوك توك وطلع الموبايل وعمل التليفون بيتأكد من اللعبة. طبعا انا في ثانية لو الراجل ده التوك توك ده الفرامل بتاعته ثابت ولا حاجة احنا هون هننزل تاني، في نفس الوقت احنا لو مشي قدام خطوة احنا هننزل هنتحرك، توك توك خفيف خالص. بس واضح ان هما كانوا مسوقين عارفين متعودين على الطبيعة اللي عندهم، فكانت الدنيا كويسه. راجل وقف على زي على قمه الجبل دي على قمه الطريق الحضر ده، وبعد كده ايه عمل التليفون وقعد يكلم الراجل كل شويه لاخر ما ايه ما وصلنا للمكان. بعد ما وصلنا للمكان
اكتشفت ان انا حاجز في بيت المكان اللي انا رايحه ده كان عباره عن فلاحين هناك، فانا حاجز عند ناس بسطاء جدا مأجرين شقه عن اوضه كده عاملينها لاستقبال الاجانب زي حياتي. والجميل في الامر اول استضافني راجل زي بالظبط مورجان فريمان، بالظبط بالظبط زي مورجان فريمان، ما بيعرفش يتكلم انجليزي اصلا. بنته هي بقى اللي كانت بتعرف انجليزي وهي اللي استضافتني، وهو الناس كان فكر انه ذوق جدا وحبوبيه جدا، وانبسطت قوي قوي معاه. يعني رغم ان المكان ده كان بعيد بس كان وسط صح الفلاحين وسط الخضره. طبعا انا كنت رايح نورا او رايح سلاكة عشان الخضره، والخضره هناك كتيره جدا، فكنت كان بالنسبه لي المكان ده ممتع جدا 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 عشان انا باصص على جميع الارض الصحراويه. تخيل لو انت وديك اي قريه او اي مركز من المراكز اللي فيها الارض الصحراويه في مصر، وتعيش وسط الخضره وسط الزرع وسط الاكل، فتبقى مبسوط جدا جدا. فانا كنت مجرب التجربه دي في سريلانكا، فوصلت للناس اخيرا، وصلت الحمد لله تمام، والناس رحبوا بيا وتمام، حطيت الشنطه زي ما قلت لكم المفروض زمايلي ان انا اقابلهم بعد ساعتين، بحيث هم قالوا انت روح الفندق نزل حط الشنطه والبس واحنا نفس النظام. فانا نص ساعه ساعه ضاعت عقبال ما اروح فندق وتاني وغيره ومش غيره الحاجات دي كلها. فانت بقى حطيت الشنطه، ناس عملوا لي كده كوبايه قهوه بلبن ورحت ايه شربته ونزلت على طول، كنت مبسوط جدا بالمكان. نزلت بالجي بي اس، يعني الموضوع طلع مش صعب، يعني حوالي خدتها مشي في نص ساعة تلت ساعة نص ساعة مشي بالجي بي اس تمام، ووصلت وقابلت أصحابي وقضينا اليوم كله الدنيا تمام. احنا زي ما قلت لك وصلت العصر، لما نزلنا الحاجات دي كلها خلصت في الورق اليا في المكان اللي انا فيه، في يعتبر في سيتي سنتر كده على ايه على العشاء الدنيا بالليل. المفروض ارجع لايه المكان اللي انا قاعد فيه. المكان اللي قاعد فيه ده مكان فين؟ في حته فوق عند ناس فلاحين. الناس دي ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش نمط نور، او النمط بتاعت النور مش موجوده. زمايلي كانوا على اول الطريق، وصلتهم الدنيا تمام وقعدت معاهم في الريسبشن والدنيا تمام وسلام سلام. ايه المفروض انا اعمل ايه بقى؟ المفروض انا اسيبهم واروح فوق، الدنيا ضلمه خالص زي عندنا برضه في مصر. الكوره ايه؟ الدنيا ما فيش نور على الحوض. وقفت توك توك بعد كده، قلت له يا باشا وديني العنوان ده وانا ماشي مع الجي بي اس. راح الراجل وداني العنوان، طبعا زي ما انتوا عارفين الجي بي اس بيقول لك يو ار هير، مش ماشي دقيق قوي يعني، لكن بيوصل لك العنوان. فانا بالليل غير الصبح، اولا الدنيا ضلمه، ثانيا ما شفتش المكان بالليل فمش عارف اتعرف عليه قوي، ثالثا الدنيا زي ما قلت لكم الدنيا ضلمه. فالراجل على الجي بي اس انا وصلت، قلت له مش خلاص نزلت هنا، نزلت توك توك كان من النور الوحيد اللي كان في الشارع او في المنطقه كان نور توك توك. توك توك نزل مشي خلاص، خد اوبريتور مش وانا ما بشوفش في الضلمه. طلعت اكتشاف الموبايل طار، انهي بيت يا ترى انهي، اتلخبط من كل حاجه. رحت سمعت صوت ايه؟ صوت كلاب، يعني زيد الطين بله كمان كلاب. طب قاعد ليه طيب؟ طيب كنت فاكر البيت اللي على اليد الشمال، وقفت قدام بيت لقيت راجل متعشى، رحت دخلت عليه البيت. الراجل قال استنى استنى بس، راح الراجل غسل ايده وقلت له معلش انا اتضايق، انا لحقت بنت في الليل ده اروح له ازاي؟ قال لي انا تعالى. قلت له انا خايف من الكلاب برضه، قال لي ما تخافش كلاب ما تقعدش ولا اي حاجه، البيت اهو دقيقتين كده ماشي. وبالفعل الراجل خطوتين جه طلع وداني البيت وخبط عليه، جمع الجرس والجماعه فتحوا لي، واخيرا دخلت البيت ده. انا قعدت في المكان ده حوالي ليله واحده بس، اه ليله يومين اكتر عن ليله واحده بس. بيت الليله مكان جميل جدا، بس الفكره كلها ان انا ما كنتش عارف المكان ده بالليل. النقاط اللي انا انصح حبيت انصحكم فيها، رقم واحد ان اي نعم ان انا ما شفتش الجو بتاع نور اليا كان عامل ازاي. انا كان غلطه من الخطوات اللي انا قلتها، انا المفروض قبل ما اروح كنت البس صيفي اه وعارف البلد دي درجه حراره بتاعتها ده كانت تبقى منخفضه، فساعتها اتقل اعمل اي حاجه. دي غلطه من الغلطات. انا لبست، انا لما وصلت المكان ده كنت لابس كل اللي في الشنطه بمعنى الكلمه. انا كنت منزل بوست على الفيس عندي، كنت ساعتها في شهر 7 مصر كلها وزمايلي في مصر حرانين وشغالين تكييف، وانا كاتب درجه الحراره عندي 2 3، فاللي هم كلهم مستغربين من قط البطانيه والحاف وكل حاجه تمام. فالنقطه واحده كده لازم تقرا كويس قبل ما تبدا تعملها. رقم 2 التكاتك في سريلانكا قويه جدا، تعرف تطلع اي طريق او تنزل من اي طريق، ده شيء اساسي يعني جربته. رقم 3 انك انت جميل جدا انك انت ما تخططش كل حاجه، تسيب الرحله مع اصحابك تبقى فيها درجه من المرونه، علشان زي ما قلت انت مش عارف انت ممكن تقابل حد يروح حته اجمل يا حته كويسه، فدي تبقى كويسه. الشاي اللي احنا بنشربه ده شاي سريلانكا، في ماركه اسمها دلما، دلما ده حلو جدا،
وخصوصا الشبك الشاي اللي هو بالفاكهة. في كذا نوع من الشاي في السبانكة ده موجود على فكرة في مصر في السوبر ماركتات، في الرايه وفي هارو كارفور وفي الحاجات اللي زي كده. كويس، الشاي ده حلو، ولو كمان بالفاكهة تبقى حلو، ليك بقى بالخوخ بالتفاح بالحليب اللي انت عايزه يعني. تمام، ده بالنسبة للشاي. مثلا لك طبعا انا جاي وانا جاي مثلا جبت كمية شاي كتير. دي حكاية من الحكايات اللي هحكيها لكم، في حاجات كتيرة جدا في سفريات كتيرة. دلوقتي هبعت لكم بعد نهاية الفيديو هوريكم الصور، هنزل لكم الصور بتاعت الناس اللي كانوا معايا وصور المكان وصور الفيو بتاعت المكان ده كله في المكان اللي أنا كنت فيه في المرة. إن شاء الله فيديو جديد بإذن الله على تجارب تانية في دول تانية، حوادث كتير، طيارات اللي فاتتنا وطيارات اتأخرت وحاجات كتير كتير كتير. كل يوم إن شاء الله فيديو. لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب وشير على قد ما تقدروا، لو في أي كومنتات أحنا تحت أمرك.